ألف مليون مبروك، بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ النادي الأهلي. خلاص جمهور النادي الأهلي مش هيقول تاني التاسعة يا أهلي، إنها اتحققت بالفعل النهاردة بعد فوز قيصري على حساب نادي الزمالك المجتهد واللي قدم مباراة أكثر من رائعة. وبقول لهم بصراحة هاردك، نادي الزمالك عمل مباراة فوق الوصف، ويعني تحدى صعوبات كتيرة قوي اتحطت قدام نادي الزمالك. ثلاث لعيبة من الفريق الأساسي طلعوا بسبب كورونا، وكمان في الملعب إسلام جابر جات له إصابة قوية جدا 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 في رقبته، شفنا أداءه بعد الإصابة مش زي قبل الإصابة، بخلاف طبعا الأداء في المباراة. يعني بصراحة نادي الزمالك فعلا قدم مباراة كويسة، لكن هارد لك النهاردة البطولة دي كانت مكتوبة للنادي الأهلي والجماهير وللكابتن طبعا محمود الخطيب رئيس النادي. ألف مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب البطولة التاسعة. حاجات كتيرة وأحداث كتيرة كانت في المباراة، واللي كان شاف الترند يلا كورة البريفيو بتاع المباراة كنا اتكلمنا عن نقطة معينة، وهي لو نادي الأهلي أحرز هدف مبكر إيه اللي ممكن يحصل. ودي النقطة اللي اتكلمت عليها كتير خلال على الفيسبوك وعلى تويتر، الشكل بتاع النادي الأهلي هيبقى عامل ازاي لو تقدم في النتيجة. هو دي اعتقد في وجهة نظري البداية اللي ممكن نبدأ بيها التحليل بتاعنا. الاثنين مدربين فنيين باتشيكو وموسيماني لعبوا زي ما توقعنا 4-2-3-1، محدش غير في شيء، كله لعب بالطريقة بتاعته بالتاكتيك بتاعه. والبداية النادي الأهلي كان بيضغط، اول طبعا هنتكلم عن اول 4 دقائق لان هدف النادي الاهلي جه في الدقيقه 5، لكن اول 4 دقائق تقدر تشوف الاهلي وهو الكره مع نادي الزمالك الفريق بيضغط، مروان محسن بيضغط، الفريق عامل هاي لاين ديفنس على نادي الزمالك الاسلوب العادي جدا 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 بتاعه. كان في هجمه للنادي الاهلي بيعمل لها بيلدينج اب، نادي الزمالك ما كانش بيضغط، كان بس بيحلقه من عند نص الملعب، ما حدش بيضغط على حامل الكوره، سايبينهم يطلعوا بالكوره عادي جدا. النادي الاهلي نجح في اول 4 دقائق يعمل فرصتين، فرصه بتاع حسين الشحات اللي جه منها الكورنر والكورنر اللي جه منه الهدف. النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي وجدوا نفسهم متقدمين في النتيجه 1-0 بعد مرور 5 دقائق بس. طبعا بتاخد دفعه معنويه هايله جدا، وكمان الهدف جه من غلطه من الباك الشمال المتوظف اسلام جابر، فهدف يقضي عليه تماما نفسيا ويديك دفعه معنويه قويه جدا جدا جدا، انك بتخلي المنافس بتاعك اللي موظف لعيب غلط، وبالتالي كل الانظار هتتجه له هو، انت السبب في الكورنر، انت اللي عديت حسين الشحات، انت انت انت. ومع ذلك النادي الاهلي ارتكب اكبر غلطه كنا بنتكلم عليها، اذا القدر وضعه في المقدمه بهدف مبكر، ايه هي؟ انه تراجع عن اسلوبه وبدأت اللعيبة تسيب لعيبة نادي الزمالك يطلعوا بالكرة. شوفوا يا جماعة، في أي رياضة، في أي رياضة المتأخر دايما بيبقى عنده ردة فعل على طول، يعني انت بتبقى خسران على طول عندك ردة فعل، انا عايز اجيب التعادل، في ردة فعل دي فجائية، دي بتاخد من 5 ل10 دقائق. لو بنتكلم مثلا على كرة القدم بتاخد من 5 ل10 دقائق ان انت بتبقى عايز تعمل رد فعل، تمام كده. النادي الاهلي بدأ يتخلى عن اسلوبه اول ما شفنا محمد الشناوي لعب الكوره بيعمل البيلدينج اب، وبقى لعيبه طبعا نادي الزمالك بيضغطوه طول الملعب، فلعيبه نادي الاهلي غلطت في التمرير في الهجمه دي، اول هجمه بيلدينج اب بعد الهدف. لعيبه نادي الاهلي لما غلطوا في الهجمه دي بعديها قرروا ما يبداوش الهجمه، خافوا وتخلوا عن اسلوبهم، بداوا يعملوا ايه بقى؟ محمد الشناوي خلاص كل ما الكره تبقى عنده يعمل ايه؟ اطلعوا يا جماعه انا هلعب الكرات الطوليه. النقطه اللي احنا كنا بنقول ان هي النادي الزمالك هو اللي بيلعبها، فنادي الزمالك حولها للنادي الاهلي، النادي الاهلي بدا يلعب الكرات العاليه لمين؟ لمروان محسن. مروان محسن بينزل كوره، طارق حامد عمل مباراه في السكند بول كانت عظيمه، كل الكرات الثانيه في نص ملعب نادي الزمالك خدها طارق حامد بالدرجه الاولى، وبعديه فرجاني ساسي. النادي الاهلي فشل تماما بعد الهدف في السيطره على نص الملعب، ووضح جدا 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 غياب اليو ديانج، واضح جدا في حته ان الفريق عاجز في لم الكره الثانيه، وكمان فشل تماما في الخروج بالكره من نص ملعب. وبالتالي بدا نادي الزمالك بمرور الوقت ياخد الثقه، وبدا طبعا اسلام جابر يخف الضغط من عليه، خلاص النادي الاهلي ما بيهاجمش لغايه الدقيقه بالظبط، اول ما جت الدقيقه 15 شيكابالا شاط اول كوره على المرمى،
بعديها بن شرقي شاط كوره، بعديها زيزو شاط كوره، ثلاث تسديدات اتسددوا خلال دقيقتين، بدا منهم نادي الزمالك ياخد الثقه وبداوا يستحوذوا على مجريات المباراه تماما. والنادي الاهلي برضه لعيبه النادي الاهلي واضح قوي 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 ان هم عايزين يحافظوا على الهدف باي طريقه كان، ودي كانت الغلطه اللي دخلت نادي الزمالك في مباراه تانية من النادي الاهلي. بمرور الوقت كان لازم طبعا نادي الزمالك يقدر يجيب التعادل. ليه؟ لانك سايب لي الكوره، انا بعمل كل ما يمكنني فعلا اللي اقدر عليه بعمله. وشيكابالا قدم شوط اول ممتاز ممتاز، شيكابالا قدر فعلا انه يحسس نادي الزمالك مش متاثر بغياب يوسف اوباما خالص. والنقطه اللي باتشيكو عملها كويس قوي انه ما طلبش من شيكابالا ان هو يرجع يدافع، لا، شيكابالا كان بيقدر يستلم الكوره على الجناح بشكل جيد جدا 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 وياخدها وينطلق للعمق، وكان متحرر جدا جدا، وشفناه في قلب الملعب وشفناه على الجهه الشمال وعلى اليمين، بصراحه لف الملعب كله في الشوط الاول. وطبعا كان نتاج المجهود اللي هو عمله، الكوره اللي خدها من نص الملعب ووصل بيها لغايه الحته دي قدام اسوأ اتنين في النادي الاهلي في الشوط الاول، اسوأ اتنين جابها كانت سيئه جدا جدا، وهي جبهه اجاي وعلي معلول. مش ممكن لما يشوفوا الهدف اللي جابه شيكابالا، مش ممكن كوارث دفاعيه ان لاعب واحد ياخد الكوره قدام اتنين والاثنين سايبين له المساحه ان هو يخش ما بينهم بره منطقه الجزاء. يعني انت حتى ايفن لو انت خايف من البنالتي، يعني مثلا عمرو السوليه كان واقف ان هو داخل منطقه الجزاء، فعمرو السوليه خاف فعلا ان هو يعمل ضربه جزاء، لكن علي معلول واجاي لما قابلوا شيكابالا بره منطقه الجزاء سابوه يعدي ما بينهم بسهوله جدا. وطبعا شيكابالا اول ما بدا يخش، احنا عارفين ده اسلوب شيكابالا من زمان جدا واسلوب اي جناح، اول ما بتاخد الكره على الطرف بتبدا تخش للعمق وتشوط الار 2 او التسديده القويه. وطبعا التوفيق كان مع شيكابالا، شاط واحده خطيره، واحده عالميه قدر يخادع بيها محمد الشناوي اللي ما شافهاش اصلا، محمد الشناوي ما شافش الكوره، وبالتالي قدر نادي الزمالك ان هو يجيب هدف التعادل ويستعيد الثقه وسط تضارب وخوف وانفلات فني وتكتيكي للنادي الاهلي في الملعب. مفيش ولا فرصة للنادي الاهلي من الدقيقة 5 للدقيقة 30 اللي احرز فيها شيكابالا هدف التعادل. الفرصة الوحيدة اللي الاهلي عملها في الشوط ده الفرصة اللي جات لحمدي فتحي في نهاية المباراة لما حسين الشحات عدى من الجانب الايمن. ده كان ملخص الشوط الاول، وادى مؤشر ان نادي الزمالك هيخش الشوط الثاني بدفع اكبر. وفعلا الشوط الثاني نادي الزمالك اللي كان مركز تماما على الجبهه اليسرى للنادي الاهلي الشوط الاول بدا ينقل تركيزه على الجبهه اليمنى، يعني استنادا ان حسين الشحات ومحمد هاني اكيد خدوا من لياقتهم. الشوط الثاني خلاص الحته اليمين دي على النادي الاهلي بقى فيها مشكله، ومحمد هاني كان مهزوز جدا 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 في مساله التمريرات، وعمل كام ميس باس في نص الملعب عمل بيهم مشاكل. ايه الازمه في كل ده؟ ان كل ده كان متراجع، اللعيبه متراجعه وخايفه بطريقه فظيعه، ودي النقطه اللي انا كنت بكلمكم عليها، النقطه النفسيه. واضح جدا ان الزمالك فريق عنده شخصيه، فريق قوي بيقدر يرجع وبيقدر يعني يبقى حتى متاخر في النتيجه يعمل كامباك، شفناها كتير قوي، شفناها قدام سموحه، شفناها قدام اف سي مصر، شفناها قدام الرجاء، شفناها قدام الترجي، بيقدر يعمل الكلام ده لان اللعيبه اتعودوا وشافوا المشهد ده كتير. في وجهه نظري الشوط الثاني الوحيد اللي بدا يرجع لعيبه النادي الاهلي تاني لحالتهم شويه عمرو السوليه. عمرو السوليه الوحيد اللي كان محافظ على ادائه ومحافظ على تحركاته ومحافظ على شجاعته في ان هو ياخد الثقه بالتمرير الجيد، وبدا سنه بسنه نشوف النادي الاهلي بعد مرور 60 دقيقه بيحاول ان هو يغلط مرمى الشناوي لغايه لما جت طبعا الفرصه بتاعه دي 55 بالظبط، بنتكلم بالظبط الفرصه بتاعه حسين الشحات. دي كانت نقطه تحول فظيعه. ليه؟ لان النادي الاهلي ساعتها كان قدر يعمل هجمه حلوه قوي قوي، كنا شفناها لو تفتكروا هدف صن داونز علي معلول، الكره اتلعبت 1 3 تحفه، علي معلول لعب الكوره وبعد كده سحب نفسه، الكره راحت لاجاييه وراح طبعا، بنتكلم طبعا على الشوط الثاني لما النادي الاهلي كان مهاجم، و قدر علي معلول ان هو يفضي المساحه دي. علي معلول بكل يعني تعاون وبكل يعني حرص ان الفريق هو اللي يستفيد مش هو اللي يجيب الجون، مرر الكوره عرضيه لحسين الشحات اللي سدد كوره هي دي خرجته بره
المباراة تماما، المرمى خالي تماما جدا 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 من الحارس، حط الكرة في العارضة ومحمود علاء طبعا الحظ والتوفيق كانوا معاه قدر يشتت الكرة. بعديها طبعا كرة زيزو التسويبة القوية جدا 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 بتوريك ان النادي الاهلي كان عنده مشكلة في نص الملعب في الارتداد، ودي النقطة اللي تبين لك النادي الاهلي فعلا افتقد اليو ديانج. ليه؟ لان سرعة ارتداد حمدي فتحي والسولية في العودة ما كانتش سريعة بالدرجة الكافية، عشان كده زيزو لقى المساحة دي كلها فاضية ماشي 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 ما عندهمش قد مشكلة، وبالتالي سنحت مساحة التسديد بالنسبة له، شاط كرة قوية جدا جدا. التوفيق هنا رد الكرة من العارضة زي ما كرة حسين الشحات ارتدت من العارضة. بقية الشوط نادي الزمالك مسيطر وبيلعب كرة كويسة جدا وبيلعب كرة حلوة وبيلعب وانتوهات وبياخد تدخلات ثنائية. النادي الاهلي كان سيء جدا في التدخلات الثنائية، لما شفنا حتى الكرة اللي مر بيها زيزو من عمرو السولية وحمدي فتحي وهم برضو بيتفرجوا عليه، ما عارفش ايه مشكلة لعيب النادي الاهلي في الحتة دي، واضح مشكلة كانت نفسية، انت اللعيبة بتمر بشكل طبيعي جدا، لغاية طبعا ان مجدي قفشة في اخر ربع ساعة بدأ يبان ان نادي الزمالك عنده مشكلة بعد ما اسلام جابر بدأ يقع. ليه؟ لان احمد عيد واسلام جابر فعلا فقدوا لياقتهم شوية في اواخر الشوط الثاني، وبالتالي فقدان الحتة دي خلى نادي الزمالك معدوم من خطورة مصطفى محمد. مصطفى محمد كانت خطورته معدومة تماما خلال التسعين دقيقة، ما عملش غير فرصة واحدة بس هي في الشوط الاول اللي كانوا حاولوا يعملوها زي الهدف الثاني في ماتش 3-1، الكره اللي هو استلمها بصدره داخل منطقه الجزاء وحضرها بنفس التكتيك كان بيلعبوا بيه، بس ما قدرش هو يديها للزميل. طبعا هدف الفوز والانتصار للنادي الاهلي جه من مهاره فرديه بحته لمجدي قفشه، قدر يستغل الكره المرتده من دفاع نادي الزمالك وحطها وصوب تصويبه اشبه كده بهدف الكابتن محمود الخطيب الشهير في مرمى كتوكو، فيرست تايم شوت فظيعه راحت، طبعا كان صعب جدا على ابو جبل ان هو يعمل لها حاجه. الحاجه اللي عايز اقولها برده في تكتيك النادي الاهلي، مروان محسن النهارده كان غايب تماما عن اللقاء، ما قدرش ان هو يقدم شيء يفيد بيه الفريق. ليه؟ لان هو رمى نفسه في احضان محمود علاء او محمد عبد الغني، وفكره محطه اللعب كانت ما كانتش ناجحه، لان دي مش اسلوب النادي الاهلي. ممكن تعملها مره مرتين مع الاستحواذ، لكن النهارده اسلوب النادي الاهلي اتغير تماما بسبب عدم الحفاظ على الاسلوب ده من بدايه المباراه. انا شايف الهدف الاول اضر النادي الاهلي اكتر ما فاده، لان اللعيبه فقدت ثقتها، بداوا يركزوا تماما في حتنا عايز احافظ على الهدف عايز احافظ على الهدف، فارجع واعمل انت زون ديفنس، سيب الزمالك يطلع بالكوره، فسبت لهم الكوره فقدروا ان هم يعملوا عليك الجيم ده. لكن مهاره قفشه الفرديه قدرت ان هي تحسم المباراة في النهاية للنادي الاهلي، بعد برضو الفاول اللي هو شوطه كان فاول برضو كرة ثابتة حلوة قوي، شوطه بطريقة مميزة جدا، وكان واضح ان قفشة حاسس ان هو يقدر يعمل حاجة من التسديدات، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى وفقه في الهدف. طبعا بعد الهدف شكرا، مباراة تقريبا خلاص انتهت، باتشيكو حاول ينزل عمر السعيد عشان يزود المهاجمين، لكن خلاص دي الوقت مع طبعا الوقت بدل الضيع صعب جدا تقدر ترجع قدام نادي كبير زي نادي الاهلي وهو متجه انه يمسك الكاس. النادي الاهلي مش اف سي مصر، مش سموحه، تقدر تعمل معاه تعادل في الدقائق الوقت بدل الضيع، وبالتالي النادي الاهلي قدر يحسم اللقب ده. كان تحليلنا النهارده الماتش القمه، الف مليون مبروك للنادي الاهلي، الفوز بالتسعه، واعتقد جمهور النادي الاهلي فرحان ومش هيقول التسعه اهلي تاني، والف مليون مبروك طبعا التاهل لكاس العالم للانديه، اكيد انجاز للجيل ده، واتمنى طبعا النادي الاهلي طعم فرقته، واتمنى مش عارف لسه القانون بتاع في كورونا، القانون بتاع ان اللعيبه اللي شاركت في دوري الابطال هي تلعب في مونديال الانديه، يعني الموضوع هيبقى صعب شويه بصراحه بالشكل اللي احنا شايفينه، بس ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يمثل مصر افضل تمثيل في مونديال الانديه. وهارد لك نادي الزمالك، لعب اللعيبه لعبت ماتش حلو قوي، وبصراحه لعبوا في ظروف صعبه، لكن الحظ والتوفيق ما كانش معاهم النهارده، واكيد في ماتشات ممكن النهارده الاهلي والزمالك يتحطوا، يعني القدر يدخلهم تاني في مواجهه اخرى في فاينل الكاس لو الاثنين تخطوا الجيش والاتحاد، وبرضه ممكن يتقابلوا في السوبر المصري. ده كان تحليلنا، شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم كريم سعيد.